المشاركه في المبادره بين جمعيه بالتعاون بين جمعيه رساله وبين الفريق كامل الوزير وهيئه سكك الحديد. احنا شغالين من اول رمضان بنوزع حوالي 1000 وجبه في محطه سكك حديد مصر والجيزه ومترو الانفاق. بيشارك فيها عدد متطوعين كبير حقيقي. الموضوع يعني حلو جدا، الهدف منه طبعا افطار صايم. ناس كتير جدا بتكون في المحطات وما بتلحقش تروح بيوتها وكده، فاحنا بنساعدهم ان احنا نديهم ولو حاجه بسيطه لحد ما يقدروا ان هم يوصلوا مكان بيتهم. واحنا هي اهم حاجه بالنسبه لنا فكره ادخال السرور على قلب مسلم. احنا بنحاول ان احنا نبسط الناس على قد ما نقدر، حتى لو حاجه بسيطه. الناس بتبقى جايه مشوار طويل، تعبانه، مسافره، فكون ان حد يهون عليهم يقول لهم كلمه حلوه يديهم حاجه بسيطه يفطروا عليها، ده بيهون عليهم كتير، ودي الهدف الاساسي بتاعنا.